صباح الخير، أرحب بمشاهدات ومشاهدي إم بي سي في كل مكان من العالم، وأرحب أيضا بمستمعي ومستمعات إم بي سي إف إم في المملكة العربية السعودية، وأحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم مجموعة إنسان في موسمه الثاني. ضيفي الليلة رياضي بالدرجة الأولى، نصراوي أصيل، يدعي أنه ليس متعصبا لكن خلافاته لا تنتهي داخل الوسط الكروي وخارجه، شرس في مقارعة خصومه ولا يتقن إمساك العصا من الوسط، اعتذر لمن أساء إليهم وسامح من أساء إليه. حفل اعتزاله الذي طال انتظاره كان حفلا أسطوريا وحقق به حلما طال انتظاره، وهو مطالب اليوم بالكثير من التوضيحات وبعض التبريرات. رأيي فيها أنا يا علي أنه حاد المزاج، لم يبقي له أي صاحب في وقت معين، انفعالي، يحكم على الأشياء بشكل سريع دون أن يتحقق. ضيفي وضيفكم الليلة الموسيقار الكابتن فهد الهريفي.